ومعنا هاتفيا من فيينا من المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا ضياء الشمري. مرحبا بك سي ضياء. إذا عامان على انتهاء المعارك ولا زال هناك أكثر من 300 ألف نازح من الموصل وغيرها من المدن التي تعرض أهلها للنزوح منذ الحرب، كيف ترى مأساة النزوح في العراق؟ بداية تحياتي للجميع. ما يحدث الآن في الموصل ومنذ سنتين ولحد هذه اللحظة من أعمال عنف وتشريد والاستيلاء على ممتلكات المواطن البصلاوي في منطقة الموصل وعدم العودة وعدم تمكنهم من العودة إلى منازلهم، هذه العملية والعمليات الأمنية المشددة على المواطنين العراقيين هي عملية مبرمجة. نحن نعلم ذلك أنه الأعمال التي تدورها الميليشيات والحشد الشعبي موجهة من إيران، وحقد هذه الطائفة على المواطنين الموجودين في الموصل لسبب طائفي والسبب الآخر لأن نحن نعلم أنه أغلب الموجودين من سكنة الموصل هم من دافعوا على الحدود الشرقية للعراق، أقصد في الحرب العراقية الإيرانية. ولحد هذه اللحظة هذا الحقد المبيت والمبرمج من قبل النظام العراقي التابع إلى إيران 100%. العراقيين لا يحكمون العراق، الولاء الحكومة العراقية ليست ولاءهم للمواطن العراقي والشعب العراقي، ولكن سيد ضياء ولكن يعني كما تعلم هذه إلى إيران وانتمائهم الوطني إلى إيران. تفضل. هناك مدن منكوبة منذ أكثر من سنتين، كيف تفسر عدم إعمار تلك المدن المدمرة أو شبه المدمرة على الرغم من انتهاء هذه الأعمال العسكرية منذ أكثر من سنتين؟ هذه العملية عملية مبرمجة. المواطن المصلاوي في الوقت الواحد أو في ديالة أو المناطق الأخرى، نحن نتكلم على المناطق المنكوبة في الحرب بما يسمى التحرير من الدولة الإسلامية، هذا التحرير لأسباب ملكية، يعني لأسباب حتى التملك الموجود في الوقت الحاضر، المصلاويين مضطر أنه يبيع ما يملك حتى يعيش لأنهم لا يوجد له مسائل العيش إذا كان بيته مدمر والمنطقة مدمرة والبنية التحتية لا توجد في المدينة القديمة من الموصل. الآن تباع هذه الأراضي إلى الإيرانيين وتبعية، يعني مع الأسف الحكومة العراقية تساعد وتبرمج هذه العملية بمنهجة ضد أبناء الشعب أبناء المواطنين المصالوة. هذه العملية هي عملية مبرمجة، يعني على الرغم من أن المجلس النرويجي للاجئين في العراق قد ذكر أن 138 ألف منزل قد تعرض لأضرار وأن 53 ألف منزل سويت بالأرض، هذا بحسب المجلس النرويجي للاجئين في العراق. الأهالي يحاولون العودة أستاذ ضياء ولا يسمح لهم، ما أسباب عدم السماح لعودة اللاجئين؟ أنا لعدم السماح لهم بالعودة إلى منازلهم لأسباب تملك، لأسباب تملك هذه الأراضي. يضطر المواطن الساكن في هذه المنطقة يعرض له مبلغ من المال حتى يبيع هذا المبلغ لأنه هو هيك فاقد، لأنه في كل الأحوال هو فاقد هذا البيت فيضطر لبيع هذا. للعلم كل المنظمات الحقوقية والدولية تقول أنه 17 ألف معتقل موجودين من أهالي الموصل في الوقت الحاضر ولا توجد تحقيق معهم. الاعتقال فقط هي شبه التهمة بتواطؤهم مع الدولة الإسلامية. هذه العملية هي عملية مبرمجة، يعني تتهم شخص بتهمة معينة وخلص مخطط تغيير السكاني. إذا طيب، يعني طالما أو ما دامت الحكومة تمنع النازحين من العودة إلى مدنهم، أليس من المفترض على الحكومة أن تهيئ للنازحين أماكن بديلة تقارب المعايير الدولية لتوطين هؤلاء النازحين؟
من هي الحكومة؟ أنا وصفت لك إياها، الحكومة تابعة لإيران، الحكومة هم خدم لإيران. يعني إحنا قاعدين نشوفهم بالتلفاز يعني يروحون يبوشون الأيادي والحذيان لإيرانيين لسبب ديني ولسبب مرجعية ولسبب آخر. يعني هاي لا تسمى حكومة، لا يوجد. الشعب العراقي لم يحكم نفسه من بداية الاحتلال ولحد هذه اللحظة. الشعب العراقي يحكمه الإيرانيين، يحكمه الأجنبي. الشعب العراقي متورط بهذول الناس اللي اجوا مع المحتل على ظهر الدبابة الأمريكية. يعني حقيقة هي ورطة الشعب العراقي بهذه المجاميع البشرية، مهما يكن نوعيته، مهما يكن نوعيته وصفته، إن كان من 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 التيار الإسلامي السني أو من التيار الشيعي، هم تابعين إلى إيران. حقيقة إحنا نرى حتى الموجودين في الحكومة كلهم تابعين إلى إيران وولائهم إلى إيران. يعني بعض المتحدثين من أهل السنة يقولون إيران خط أحمر، والعراقيين يعني مو خط أحمر، مو قاعد يشوف أبناء بلدك أبناء نعم. جنتك تقتل، هذا مو خط أحمر. ذولا ما عندهم غيرة على أبناء شعبهم، ولا عندهم ولاء ولا عندهم المواطنة، ولاء المواطنة لم توجد عند هذه الحكومة. شكرا جزيلا لك من فيينا، من المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا ضياء الشمري.